السلام عليكم. في موقع اسمه ديب فرويد، ده المفروض انه بينافس ميد جورني. هنشوف مع بعض هل هو السمع بتاعته ولا لا. هو بيقول لك ان هو تكتب تكست ويحوله لك لصورة. طيب خلينا نجرب، هو حتى الان في مرحلة التجربة، تمام؟ فهنخش على اونلاين ديمو، لكن الميزة ان هو اوبن سورس، فتقدر تدخل الجيت هاب وتشوف الكود بتاعه، وتقدر تدخل ديسكورد وتناقش الناس المهتمية بالموضوع ده. الملفات، طيب خلينا ندخل هنا، وهاجي هنا واديله، اقول له انا عايز رائد فضاء بركب حصان، واقول له جنريت. فجاب لي الاربع صور دول، وممكن نعمل لهم اب سكيل بالشكل دوت. بيكت سيليكشن، نختار ده مثلا، طبعا واضح انها صور بسيطة لسه محتاج وقت عشان تتطور، تمام. هنلاحظ بعض الاخطاء في الاطراف، لكن كبداية كويس، لان ان شاء الله يتطور زي ما بقيت الاطباقات اتطورت. هو الميزة ان هو طبعا هاجنج فيس، وهاجنج فيس بيطور الحاجات بتاعته بشكل كويس.